السلام عليكم، أنا نواف أخصائي مكافحة عدوى، وبكلمكم اليوم عن حاجة خطيرة اسمها كانديدا أوريس. كانديدا أوريس واحدة من أنواع الفطريات اللي يكثر انتشارها بالمنشآت الصحية. بداية اكتشافها كان في عام 2009 ميلادي، وبعدها تم تسجيل عدة حالات في دول أخرى. وصل معدل الوفيات عالميا لأكثر من 40% من اللي ينصابون بمثل هذا النوع من الفطريات. تكمن خطورتها بأنها تقاوم عدد كثير من مضادات الفطريات، ولازم نعرف أنها قادرة أنها تنتشر بشكل كبير بين المرضى والممارسين الصحيين وكذلك بيئة المنشآت الصحية. وعشان نحاربها نحرص دائما على نظافة وتطهير بيئة المنشآت الصحية حسب أعلى معايير مكافحة العدوى، لكنها رغم هالشيء تعتبر خطيرة لأنها عندها قدرة عجيبة على مقاومة العديد من المطهرات البيئية. ودورنا إحنا كمختصين بمكافحة العدوى مهم جدا، لأننا لو طبقنا الإجراءات الوقائية المطلوبة بنقدر نقلل ونمنع من انتشارها وخطرتها. اليوم بنقول لكم إن قررنا نخلي محاربتها مشروع وطني نتحد كلنا فيه. سمعتوا عن مشروع كابز؟ كابز هذا مشروع وطني طموح يتضمن 7 استراتيجيات وركائز رئيسية من خلالها نحارب انتشار الكانديدا داخل منشآتنا الصحية. الحين احنا عرفنا عدونا، خلونا نتحد مع بعض عشان نتغلب عليه.